يا جماعة اللي فوق حاسبهم العمارة الكاميرا فرقعت يا دوب بكملش الكلمتين، كان القدر شاء القدر. اللي حصل حضرتك العمارة كويسة كل حاجة، في واحد طلع يبني اللي فوق، بقالنا دلوقتي حوالي شهرين عمال محاضر وعمال حي وعمال محافظة، يا جماعة ارحموني ارحموني، يجي الحي تك ويمشي كسر. انا كنت بره كنت بجيب عيش من الفرن، النهاردة اجازة طالع انا، فدوب دخلت الباب فلقينا الكاميرا، كاميرا في السقف في الطقطق، فابني قال لي خلي بالك الكاميرا بتطقطق، قلت له طب ايه؟ تعالى بسرعة. قال لا استنى انا دوب من الشباك، فبنادي من الشباك يا جماعه اللي فوق حاسبهم العماره الكاميرا فرقعت، يا دوب بكملش الكلمتين، كان القدر شاء القدر شاء القدر. انا طلعت ناس كتير، طلعت ناس كتير من الجنب التاني، طلعت ناس كتير قوي، بس في ناس هنا لسه موجودين هنا، ربنا بقى اعلم بيهم بقى. ولاد خالتي موجودين هنا في العمارة، وفي العمارة فيها ناس مصيفين كتير، فيها ناس من السودان، فيها ناس كتير غرابة يعني يصيفوا. أيوة في ناس كانت نايمة والعمارة، وفي ناس كانت صاحية، كلها أدوار، كلها ساكنة في الدور الرابع. احنا في الثامن، تعيلهم كده ربنا ينجي. أربعة جوه، أربع شباب لين يصيفوا، ربنا يطمن قلبنا يا رب عليهم. ناس غلابة، أيام مفترجة، ايام مفترجه زي دي، سبحان الله يا رب، ربنا ما يحرق قلب حد. انا قلبي محروق على ابني والله، متوفي بقاله شهرين، انا نار ولعه فيه على الناس اللي جوه دي.